رجل برج السرطان في الحب وأهم صفاته، وإزاي يعرف إنه بيحبني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا جماعة ما تنسوش السبسكرايب لو سمحتوا، والشير واللايك. برج السرطان، راجل برج السرطان راجل حساس جدا جدا جدا، وبيخاف على قلبه، وبيخاف من الكسرة والهزيمة جدا. عشان كده حبه ليكي مش هيبقى ظاهر من الأول، هيحاول يخفيه على قد ما يقدر. يعني أهم حاجة في إقامة علاقة ناجحة مع رجل برج السرطان إنك ما تستعجليش، ما تستعجليش عشان يعترف لك بحبه، لأن هو مش هيحصل بسهولة، هيعترف لك ببطء كبير جدا. إمتى؟ لما يحس بالأمان. كلمة السر عند برج السرطان رجل أو امرأة الأمان. لو حس بالأمان هيديكي كل اللي جواه، بس هيديهولك بالراحة، كل ما يطمن من ناحيتك اكتر، لانه انسان اساسا شكاك وما بيطمنش بسهوله. برج السرطان الراجل عنده برج عنده حب تملك، حاجته بتاعته وبس، حبيبته ليه هو وبس، غيور 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 جدا لدرجه الجنون. مش هيسمح لك في حاجات كتير قوي، هيبقى نفسه يحطك في ازازه كده او في علبه ويقفل عليكي. برج السرطان في الحب وفي جدا، لو حب صعب قوي يخون، مع انه بيتقال عليه برج مزواج او متعدد العلاقات. تعالوا نعرف ليه. من اهم صفات برج السرطان ان هو برج حساس جدا، وزي ما بيحبش الجرح بيخاف يجرح اللي قدامه. برج السرطان لو ما كانش مرتاح معاكي قوي، هو مش هيعرف ياخد مواقف قوية أو يسيبك مرة واحدة. هو مش راجل قوي قوي للدرجة دي، ما بيحبش مواقف الانفصال، ما بيحبش مواقف العنف، ما بيحبش مواقف المشاكل. لكن ممكن في اللحظة دي لو دخلت واحدة حسسته بحبها هينجذب لها، مش هيقدر يقاوم، وهيبقى أول دوافعه على فكرة إن هي صعبانة عليه. أو على فكرة مش بيستعبط ومش بيكذب. برج السرطان ممكن يقيم علاقة مع واحدة عشان صعبان عليه، لأن هو برج حساس لأبعد الحدود. برج السرطان عيلته وخصوصا مامته وباباه حاجة مقدسة بالنسبة له، يبقى من أهم الطرق عشان توصلي لقلبه إنك تحترمي العيلة دي، إنك تحبي أمه وأبوه. بيحب العيلة، من الرجالة القليلة جدا اللي بتحب التجمعات العائلية. الصحاب عنده حاجة مهمة جدا، مش هيحبك تبقي متضايقة من صحابه، تبقي متضايقة من تجمعات مع عيلته، هيحبك قوي لو عرفتي تكسبي ده. برج السرطان لو بيحبك هيهزر معاكي. على فكرة هو برج دمه خفيف جدا، بس مش طول الوقت، مش هيفتح قلبه بسهولة. لو لقيتيه بيتكلم كلام غير محسوب كده، مش محسوب، وكلام جميل كده وعبيط، ومش جمل مش راكبة على بعضها، تعرفي ان هو ضعف قدامك وابتدى يحب. برج السرطان لو حبك هيبقى بروتكتيف جدا ليكي، هيحاول يشيلك في عينيه، هيحاول يساعدك في مذاكرتك، هيحاول يساعدك في مشروعك، في شغلك، هيحاول يدعمك بشتى الطرق. العيلة والبيت والأمان عنده حاجة مقدسة جدا، هيحبك وهيبذل كل مجهوده بجد عشان يشوفك مبسوطة ناجحة سعيدة. هيهزر معاكي وهيقعد يضحك معاكي بس لمجرد ان يشوفك بتبتسمي. ممكن كمان على فكرة ان هو بيحب الأكل وبيعرف يطبخ غالبا، يعني هيعمل لك أكل حلو عشان يشوفك مبسوطة. بشتى الطرق الطفولية هيحاول يساعدك، بس خلي بالك من كتمانه، لأن هو مش شخص صريح ومش واضح. برج السرطان لو قلبه اتجرح، لو جرحتي وخصوصا لو قدام أهله، مش هتعرفي تلقمي الجرح ده بسهولة. عشان كده هو ما بيعرفش يتعامل مع الشخصيات الأجريسيف، ما بيحبش مواقف الخناق، ما بيحبش العنف، بيكره الست العنيفة. بيحب الشخصية القوية، فعلا الست تبقى شخصيتها قوية لكن مش عنيفة، مش بتاعت مشاكل. هو بيفضل الحياة الهادية. برج السرطان بيحب الاهتمام، الست اللي معاه أو البنت اللي معاه لازم تهتم بيه وبأدق تفاصيله، وهو كمان بيعرف يهتم بيها ومن أدق تفاصيلها. شكرا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، أرجوكم سبسكرايب وشير ولايك ما تنسوش لو سمحتوا.